اهلا بيكم. النهارده هنبدا مع بعض بنعمه ربنا تحفيظ سلسله الحان رتبه الاغنسطس، وهنبدا باللحن الاول معانا وهو لحن طايشوري. لحن طايشوري يقال في ايام الاعياد وكل ايام الفطر. هنحفظ اللحن على جزئين او ثلاث اجزاء، وياريت تتابعوا معايا وتعملوا لايك وشير للفيديو. شوف كده. طاي، شوف تاني. طاي، وبعدها بقول شوري النوب. شوف شوري النوب، وبعدها بقول انكسارو. شوف انكسارو تاني. ط شوري إنو بين كاسا أرو، وبعدها بو أو ست فاي خابي. شوف أو ست فاي خابي، بعدها بقول أرو. شو أرو، يبقى تاني أو ست فاي خابي أرو، وبعدها بقول أو ماتا. وبعدها بقول اتخي اننجيك. شوف اتخي اننجيك. تمام، نعيد من الاول. احنا كده على فكرة خلصنا فيديو النهاردة. لو لسه ما حفظتش اللحن كويس، طبعا احفظ الفيديو عن طريق الاعادة، عيد الفيديو كتير هتلاقي نفسك حفظت اللحن. نعيد الفيديو كمان مرة. تاي شوري انو بين كاسا ارو او ست فاي خابي أرو أو ماتا إتخي إننجيك. وبس كده خلصنا الفيديو النهاردة. عيد الفيديو أكتر من مرة علشان تحفظ اللحن كويس. ما تنسوش تعمل لايك للفيديو وشير الفيديو عشان يوصل لكل أصدقائكم، وما تنسوش تكتبوا تعليقكم أسفل هذا الفيديو. سلام.